ازاي تكون شخص ناجح. هما كم نقطة ركز فيهم واعملهم وتلاقي حياتك بقت حاجة تانية. اول حاجة حدد اهدافك وشوف انت عايز تبقى ايه وعايز توصل لايه، حط هدف قدامك وصمم انك توصله. تاني حاجة عزز قوة الارادة عندك، يعني زي ما قلنا كده انك تعزز من ارادتك وتصمم على الهدف اللي انت عايز توصله. من الاخر كده تحدى نفسك. تالت حاجة لازم يكون عندك ايمان باهمية المحاولة وايمان بالهدف اللي انت عايز توصله. رابع حاجة اتعلم من اخطائك وما تسمحش ان الاخطاء دي تبني سور ما بينك وما بين هدفك، بل بالعكس استخدمها في انك توصل لهدفك. خامس حاجة تخلص من الافكار السلبية والتفكير بشكل ايجابي. سادس حاجة ودي مهمة جدا، ما تعتمدش على الاخرين. سابع حاجة لازم تستثمر مالك بشكل صحيح وحذر. تامن حاجة اوعى تقارن نفسك بحد، لان المقارنة دي ساعات بتكون احباط للشخص. تاسع حاجة لازم تنظم وقتك بشكل صحيح، يعني مش كل الوقت هيبقى شغل ومش كل الوقت هيبقى رفاهية. اخر حاجة لازم تستغل كل الفرص اللي بتجيلك، ولازم تتعلم من كل حاجة وما تعديش حاجة هتستفيد منها. لو حابين تختاروا نقطة معينة وعايزيننا نتكلم فيها اكتبونا في الكومنتات واحنا هنعمل لكم حلقة ليها لوحدها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.